نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة، أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية أعلنت بدء التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة ديكرنس كوسيلة نقل داخلية. أما في بني سويف فقد تم تنظيم فعالية مبادرة مؤسسة حياة كريمة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس. كمان في المنوفية شركة المياه أعلنت أنه هيتم قطع المياه عن بعض المناطق لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. أما في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم حصول 32 مدرسة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها إن محافظة الدقهلية أعلنت بدء التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة ديكرنس كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة، على أن يكون الأسبوع الأول بالمجان، وعقب الانتهاء من الأسبوع الأول ستكون الأجرة 3 جنيه وبالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة، وهيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط في الشهر. شهدت محافظة بني سويف تنظيم فعاليات مبادرة مؤسسة حياة كريمة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس المستحقين من أبناء غير القادرين على مستوى المحافظة، وتم تسليم 3000 شنطة مستلزمات دراسية للمستحقين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية إنه هيتم قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم حصول 32 مدرسة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من بين 33 مدرسة تقدمت للاعتماد، وبلغ إجمالي المدارس المعتمدة 347 مدرسة بالمحافظة. أعلنت محافظة المنيا إزالة الإشغالات من موقف النقل الجماعي بمغاغة والمنطقة المحيطة به تمهيداً لتحويله لمجمع مواقف متطور لخدمة حركة نقل الركاب بمركز مغاغة على مساحة تقدر بنحو 14000 متر مربع، وده لإحداث طفرة نوعية في منظومة النقل الجماعي وتسهيل حركة المركبات بين المدن والمراكز، بحيث يكون مزود بالخدمات والإمكانيات اللازمة لخدمة أهالي مركز مغاغة والقرى التابعة لها. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة والسكان تسكين 139 حالة من حالات الانتظار للرعايات المركزة، تنوعت هذه الحالات ما بين 120 حالة عنايات مركزة للكبار وأربع حالات عناية مركزة للأطفال وتسكين 15 حالة بالحضانات، وده ضمن خطة تطوير منظومة قوائم الانتظار. أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر انطلاق فعاليات الفوج الرابع من معسكر يلا كامب الرياضي في مدينة مرسى علم، واللي بيشهد مشاركة كبيرة من الشباب الطموح المهتم بالنشاطات الرياضية المتنوعة، وبيهدف معسكر يلا كامب لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وبناء روح الفريق والرياضة لديهم. أيضاً نظمت جامعة الإسكندرية القافلة الطبية المتكاملة لقرية أبيس 7 لخدمة أهالي القرية وتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية والاجتماعية المتكاملة، وده في إطار المبادرة الرئاسية بداية، وشملت القافلة مختلف التخصصات الطبية بطنة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد ورمد وعظام وأسنان، ده بالإضافة لقيام القافلة بتوفير الأدوية مجاناً للمرضى وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال الخدمة للمستشفيات الجامعية.